مرحبا بكم. هل تذكرون لقاءنا الأول مع الأستاذ منصور الخرقاوي؟ لقاء لم تكن الصراحة تنقص. كنا نتحدث لنعرف ماذا يخفي داخل قلبه. كان شديد الانتقاد، ولكن من غيرته أو شدة غيرته على الشعر وبعض الأمور. عموما سنغوص في أعماقه في هذا اللقاء لنعرف المزيد المزيد. فهو صاحب ثروة أدبية كبيرة وصاحب ثروة في المعلومات الخاصة بشعرائنا الأوائل الذين عرفت الكويت من خلال أشعارهم. نعود إلى حوارنا. الشعر المروبع عمو بدر ما عاد نسمع هالأيام. والله أخوي فيصل قلت كان هو التشجيع مثل النار في الطعام. الكلمة الشعبية الكويتية تقريبا تكاد تكون في قتال غير متكافئ مع الكلمة النبطية. شو اللي خلى الشعر النبطي ينتشر إلى هذه الدرجة على حساب الشعر الشعبي؟ من 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 شبابنا. كيف؟ حتى لهجتنا قاموا يتخلون عنها. سعيدة ومرضو وزيك والشغلات هذه تلاقيه وين ألاقي بسوق من عين؟ تلقاه. احنا قمنا نغلد، احنا صرنا مثل الغراب تيه من شوته مجد الحمى. لهجتنا اختلفت. لكن انت الحين قطنو سمعت مقابله حق ابراهيم، حق الله يرحمه احمد البشر، حق سعود الراشد الله يرحمه، سمعت يتكلم لهجته الدارجه. وعلى فكره اخوي سعود فيصل، ترى في عندكم تسجيل للمرحوم الشيخ عبد الله الجابر، تسجيل يعني تسجيل طيب، ابحث عنه يا وليدي، لان الرجل رفض، قال تحطون التسجيل انا سامعه، لا تحطون التسجيل إلا لنموت. والآن مات الرجال، موجود عندكم في التلفزيون وفي الإذاعة. والشيخ عبد الله الجابر فنان، واللي دقنا بالعود عبد الحميد السيد وسعود الراشد يغني أصوات الله يرحمه عندكم. وفي تسجيلات أكل الدهر عليها وشرب. وأنا أبي منك طلبة تتوسط لي عند الأخ علي الرئيس يصورون قناوية. جودي لا تهجريني. بس عيسى خربطها، عيسى الله يسلمه خربطها. أنا ما بيت ماري تبكيني. ها تبكيني؟ تبكيني زعليني. أنا أقول له متى تبكيني؟ هو أدرك الخطأ هذا وتدارك أيضا. عندك الله يبارك فيك وفي الحريبي يؤدي، لكن صالح الله يسلمك وسلمه أرجو أحمد أن يعدل عن أشياءه يتبعها دائما أسلوبه. يعني كل واحد مثل ما يقول المتنبي لكل امرئ من دهره ما تعودا. صالح شويه يكون قاسي في مقابلاته، وعيسى وهذول، وهو المهاجمه ما تنفع. انا كنت بالاول هبيسه ولا الشباب كان بطلت، شو الناس ما تحبني الحين قاموا الناس تحبوني. شباب ما يصير اخذ دوري ودورهم. احنا نحبك عمو بدر لانك تحمل رائحه الماضي وكل ذكرى جميله في أرسل علي في سكك الكويت وفرجانها. أرسل علي الله يجزاك ويا خير أبو طارق أستاذ السنعوسي ما قصر، واتصل فيني على البرنامج معنا. نعم يا أبو بدر معك. قلت له يا أبو طارق أنت بتحشرني مع الشباب ذولا، ما أقدر أقول نبيل الشعير الموزي ولا عبد الكريم ولا عبد المجيد ولا شباب يغنون لهم ناس يسمعونهم. يا سلطان قال عذرك معه، تبي نهاجمهم؟ ما لو هاجمتهم جنسي لطيف يكرهني. كم الأغنيات الحديثة في الإذاعة كثير، اللي أنا أعرف أنك تستمع إلى برنامجي الخاص في الإذاعة باستمرار، هناك كم كبير من الأغنيات الحديثة، هل تستمع لها؟ والله أخي فيصل برنامجي اللي تقدمه أنت ما يفوتني إلا قليل، وساعات يعني ما أقول لك مجاملة أوصل مكان لأبي بالسيارة، أروح أوصل أبي خان توصل عشان أسمعك دائما. بارك الله فيك. اسعدني واسمع برنامج منى طالب جزاه الله خير، ونجوم القمه. نعم. واسمع اخوي دائما يعني ليله من الليال اخوي فيصل، ارجو اني لا ازعجت الجماعه، ازعجناكم شوي في وجهي هذا. ابدا. في لهجتي. ابدا. ليله من الليال التلفزيون يشتغل وبنتي الصغيره قاعده دير التلفزيون، النوم شاغلني استاذ فيصل، طلعت واحده اسمها اصاله يا ناسينا، كان اقحص شفت اللي داس الجمره
طرى علي ابن الرومي. ابن الرومي ميت لألف سنة. يقصد في واحدة اسمها وحيد. تيجي يقول قلت سبحان الله يا جماعة خير. كأن الكلام اللي قال ابن الرومي على هالبنية على هالمرأة. تغني يا أستاذ فيصل. يعني ما أحب أبث داعي عن نفسي. الإنسان في جلساته الأكثر استعمال يدينا ما واحد أنا يسوي كذي. واحد طيب يا أخوي الناس قاعد يسمونك حجي. المغنين أنت الله سبحانه أعطاك الجمال والوجه التلفزيوني بعد ترقصين إيش حقي على المسرح. أنت واعظ يا أخي ادخل البهجة والسرور بعد ما يحتاج صراخ ما يحتاج صراخ. نرجع على أصالة هذه تغني تقولي بنتي وين رايح؟ قلت والله بديش بالشاشة يا بنتي. طرى علي ابن الرومي الله يرحمه رحمة واسعة قادة يا خليلي يا خليلي تيمتني وحيد. سمى وحيد الجارية. يا خليلي تيمتني وحيد ففؤادي بها معنى عميد. قادة أو غادة زانها من الغصن قد ومن الضبي مغلتان وجيد. الله الله الله. وزهاها من فرعها والخدين ذاك السواد والتوريد. وحسان عرضنا لي قلت مهلا فوحيد من حقها التوحيد. تتغنى هنيبة القصيد والله كنا أصالة. تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد. عيبها إنها إذا غنت الأحرار ظلوا وهم لديها عبيد. أسمع عبد اللطيف الله يرحمه. أسمع فايز أحمد لكن ماكو كله يسمونه هذا راغب علامة وذاك متواعد. هذا كلام متواعد. طيب لو الفنان راغب علامة في يوم من الأيام طلب منك كلمات تعطي؟ أعطي اللي غنى غناوينه مثل فايز أحمد مدري علامة ولا مفتون قلبي فيها والغزلان يا عبيد. هذه في الدفتر غناها الديقان. لحنها الديقان وغنتها فرقة التلفزيون. والله فيصل هذه كسبت منها وايد ناس اتصلوا فيني. شلون؟ جزاهم الله خير. يعني نسمعها منك عمو بدر. والله اخوي انا الكلام عدته اكثر من مره فان ما احترامي للمشاهد الكريم. الجمال امر عجيب. الجمال يعني يثير الانسان. صوت الطير بالليل قاق مو طايب. اليباب هذا الزغاريد الطار لكن اصراخ وطق الطنباخيه كره. لا والله اذا عليك كمبل حط كمبل. انا احنا نقعد عند صديق اسمه عبد العزيز المنصور الله وعبد الله. نعم. تمر علينا بنيه شابه اعتقد الان اذا هي حيه ترزق عيوزه سنه 56. يا استاذ فيصل مشيت هالبنت تقول كانها تمشي على خرير مياه يمشي. او على الموسيقى يمشي ساير واللي سلمك. نعم. وليه عادلت صوبنا يعني مو طالع جمال ويانا وربي طالع الطريق. قالت هالنمونه برقوتها مفتون قلبي في هوا الغجلان يا عبيد. عبد الله المنصور. اي مسكين طراد الهوى واكبر بلوى يشوقني ترف الحشا في لفته الجيد ليمر صوبي بالعماله ثقل اخطاء ثقل اخطاء. طفل سنة خده كسر عيني من بعيد سبحان رب صوره ياضي من اغطاء سبحانه. بعد وراها ابيات نسيتها. يمشي ساير. يمشي يدك اليدك استاذ فيصل. نعم. انت عارف شاعر تعرف اليدك تأني. بعض البنيات اللي شافت كل ما شافت نفسها مثل طاووس تتبختر. نعم. عشان تحرق القلوب انا وربعيها هالمفلسين هذول. تمشي راحتها ويدق على عينك ابو تاجر يعني اشكره. يمشي يدق يساير كنا يساير صوت تغريد ينساب مثل ذات النهار. ما يصير شعر الا بصوره استاذ فيصل. ما يصير شعر الا بصوره. الان انت شو تشوف في الساحه الشعريه الكويتيه حاليا؟ مستوى الشعر في الكويت هل هو متفوق على مثيله في دول الخليج ام نحن اين او بالضبط نحن في اي مرحله؟ والله اخوي فيصل انا بقول لك كلام وارجو الا تؤاخذني. احنا الان في ورديه. تعرف الورديه شنو؟ الورديه من جريد تدخل ماي وتطلع ماي. لكن ما نوصل الساحل نبي السنه الله نوصل الساحل. احنا الان قلت لك في اول مقابله اذا ما يلتفت لنا التلفزيون
وعيب علي احكي عن نفسي، ما احكي عن نفسي، لكن انا اروي عن ناس طواهم الثرى، وانت بالذات 30 حلقه جبتها وعديتها في رمضان سنه 93. اذا ما يتداركون الامر من الحين، ولا والله يا وليدي احنا بكره بعد نموت ولا يدوب الا الله سبحانه وتعالى اللي متعدين الامارات. الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. الامارات والسعوديه، الامارات والسعوديه، محمد عبده طلال مداح الله يوفقهم، وهذا الوليد يسمونه علي عبد الستار. لكن الاستاذ علي عبد الستار يمتاز على المطربين في الابتسامه اللي بوجهه. دائما مبتسم. اي الله يبارك فيه. بس انصح نصيحه اب لابنه، قلنا غنايه ماخوذه من نظره البستان والماء الجلال، ودي صدق شويه لكنه مطرب. عندك البحرين الشباب حبيب شو اسمه الجميري كلهم. نعم. الله يبارك فيهم. لكن احنا الان تنهينا مشتنا مشتنا. الالحان اللي يجيبها الاخ عبد الكريم هذه ما تمثل لنا بصله ابدا. ونبيل شعيل، نبيل شعيل هذا وان كنت انا ماني موسيقي، هذا جهاز الكتروني يبي يعرف شغله. صوته جميل اخوي، صوته جميل بس مو لاقي له الملحن اللي هو. بعدين انا اتمنى، نتمنى انه في عمل فني يجمعك مع الفنان نبيل الشعيل. والله والله انا كنت اتمنى اشوفه نبيل، لكن اخوي فيصل هم لهم جوهم الخاص، وانا لي انا 12 نايم، بس الاخ مشاري لقاني قاعد بسيارتي بالخش عنه. المعد شلون طلعني ما نعرف، ابي الفكه منكم. والله احنا سعداء بهذا اللقاء، اذا تبي الفكه منا احنا ابدا. لا انا ابي الفكه منك، لان شنو؟ لان الكلام اخوي فيصل اللي ما يحرك اكثر من صحيفه واكثر من دوانيه ما يرجى منه خير، ها باستثناء ان يهوز من الناس او يهاجم خلق الله. لا بس احنا ان شاء الله مقابلتنا هذه ان شاء الله تعجب المشاهد ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. يعني ما اعرف، يعني احنا اخذنا وقت كثير، لكن ما الكلام معك جميل جدا وما ينتهي. جزاك الله خير. قصتك مع المسرح الشعبي ابو بدر. المسرح الشعبي يقولون واصفهم بقصيده. المسرح الشعبي كان الله يرحمه ضويحي، الله يرحمه خوش وليد، الموت ما يعرف شيء، والاخ ابن العزيز احمد عدساني ورضا حسين والاستاذ الصلال والاستاذ احمد وجاسم عبد صالح حسين غلوم فيحان العربيد شباب يعجبونك، واروح عندهم زعلت وياهم انا. ايش عليه؟ عندي وليدي صغير عبث بدي شخط الطوفه وهو شو زعلته. هم بعد انا اكشر ما وافق. ما ادري والله جيني قصيده اخوي سعود، لكن وصفتهم كل واحد بطريقته. اتقشمر وياهم ولا يقولوا لي شيء والله. يقولوا لي شيء. ابو بدر في يوم من الايام كتبت لي قصيده. اي والله زعلت عليك. زعلت علي؟ اي والله. ليش عم ابو بدر؟ زعلت عليك لان الله يهديك احيان جل من لا يخطئ. واشور عليك مثلا حتى انا الحين قعدتي وياك. يعني مثلا هذه قصيده للشاعر الشعبي الاول. لا ما الشاعر الشعبي الاول بالعبور وعبد الله الفرج وملا علي الاخضاري وابراهيم الديحاني. من تقصد اللي انت عديتها مره يوم من الايام حاطك غنايه حق فهد، قلت شاعر الكويت الشعبي الاول فهد بورسلي. اي في ناس قبله رحمه الله عليه، لكن فهد له فضل لانه جنح باللهجه العاميه للهجه مهذبه. فهد امر عجيب ما اقدر اقول عنه شيء. شوف سنه من سنين يا جماعه خير، انا ماني عارف كتابنا ايش فيهم ذولا. الحكومه جزاها الله خير فاسح المجال. نعم. ها نسيت الصحافة، الصحافة لها دخل مثلكم انتم رجال اعلاميين. الصحافة مع الاسف الشديد تجد التنافس والمشاحنات بعينهم بعضهم بعض، مثل ما يقول سمني بوكاكو وسميك بونانو وكلنا قرصة ويزيح النار من صوبه. يا الصحافة لسان يسمونها صاحبة الجلالة لسان حال الأمة. بعض الشباب يقول لي واحد من الربع يقول لي ابو بدر انت ليش دائما كله تكتب في الوطن؟ ليش اكتب بالوطن؟ الوطن فيها جاسم مطوع، الاستاذ جاسم، استاذ جاسم مطوع ما عمره ردني بشيء الا اذا كان ما اتكلم بحدود المنطق. في يوم من الايام رحت حق الاستاذ الاخ العزيز محمد الغربلي مسؤول معارض مشرف، والاستاذ العزيز تاجر فيصل عبد الله الفارس.
أعطيت هذا قصيدة وهذا قصيدة، اتصل فيهم الأستاذ محمد على هذا الشمون الطابعة اللي يودي المخرج أو المصفف، لا هذا اللي يوصل البريد بساعة واحدة، ما يسمونه الفاكس، الله يرحمه، كان يقول جازم، والجازم الصقر الغبس، جازم الصقر وعبد العزيز وعبد الله الصقر وطنيين ويقدرون، كان يقول وليده الله يبارك فيه لو ما عرفه، قال لا 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 لا, لا هذا كلام قوي، أنا أبو كلام قوي، شنو أحمد سعيد أنا بأيام أبو صقر، أنا إنسان فقير مسكين أتكلم على قد مستواي، أبي يسلم علي طاف على خشمي. إنزين الأنباء طلبت مني بنتي العزيزة هذه بيبي، قلت إن شاء الله أمرك يا بنت خالد، كتبت أخوي فيصل، كتب لي الأخ محمد غرابلي مثل ما قلت لك مسؤول معارض مشرف، والأخ فيصل فارس كان يقول هذا ولد جاسم الصقر مسؤول، قال لا 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 هذا كلام قوي، نبي كلام قوي شنو؟ أنا أحمد سعيد، أنا أحمد سعيد أنا، ولا أنا قاعد أهاجم العالم، أنا رجل قاعد أعالج بعض المشاكل إذا وجد مشاكل، يا ربعنا مع الأسف ماكو. أتخابر مقابلتي مع سنة 93 التلفزيونية، خابر أنت؟ أذكرها. يوم من الأيام أخي فيصل طق علي وليد العاصر الباب، كان يقول يا عمي أنا ولد عائشة إبراهيم الفنانة فادي عبد الله الحالي، فادي نعم، تأمر يا وليدي، كان يقول الله يبونك بلا أمر عليك الأنباء، أنا بيبي ما أعرف الله يبارك فيه ما أعرف، هي عند الربع ولا شوفوا تغامزون يضحكون ما أدري شنو السالفة، كان يقول واحد من الربع إيش عليك رقيت أبو بدر خير إن شاء الله، كان يقول شنو عنك، جات سلمت علي الله يبارك فيها كان تقول لي عمي قاعد جوازك معاك، قلت خير إن شاء الله يسافرونك وين بتودوني، يعني جنسيتي معي بالدرج اشتفوا بالجواز أثر بيبي لها ارتباط في المطربة فيروز، وأنا أحب أغاني فيروز كل شيء فيروز تغنيه أساس وراء الأصفر شهر أيلول بين الشبابيك على جسر اللوذية هالشغلات هذه الله لا والله يا بنيتي جوازي في البيت، قالت فيروز بتحفل في الامارات وانا حاجزت لك مكان بالفندق وبالطياره، قلت بيه انا الحين يكفينا ضياء القمر بعد تبي توديني فوق اسمعها كافي وظروفي ما تسمح لي، سويت الله يبارك فيها خذت الشريط كان تراوي فيروز كانت تقول ده وينه؟ قلت هذا بالكويت، ارسلت لي على الصوره فيها توقيع الصوره للسيده فيروز اعتز فيها كلب وطلع والمشكله ان فيروز انا اعرفها بس ما تعرف واحد اسمه منصور الخرقاوي، المشكله اني اعرفها ولا الرحبانيه، واصدق زجل اخوي فيصل اصدق الاسجان الزجل اللبناني، الحين الزجل المصري المصريين هم يعني مصر هي مدينه الطرب ومدينه العلم ومدينه الازهر، لكن اخوي فيصل الزجل المصري شوي ما ارتاح له. هل تحفظ شيء من الزجل اللبناني؟ والله احفظ هالاشياء القليله بس ما اقدر اتطفل، خوف اللبنانيين يسمعون يضحكون علي. نحاول ابو بدر. هذا على جسر اللوزيه تحت وراء الفيه هب الغربي وطاب النوم وخذتني الغفيه. الله. ما ايش تبي احسن من هالكلام؟ ما حاولت ابو بدر تكتب بلهجات بلهجات اخرى؟ احسن هذا ولا ترى الليل هودني على النوم؟ احسن هذا ولا هذا ذمتك؟ أو أعترف ليش أعترف ليش وقريبة لما كان حالها أبو بدر القعدة معاك ما تنمل جزاك الله خير يا مشكور ما فكرت بالزواج الحقيقة إن الإنسان يعني الزواج نعمة من نعم الله وأحيانا تكون نقمة أنا لا أستطيع أمدح نفسي أنا عقب المرحومة على الجنة آمين يعني ما أقول لك انقصت كبدي لكن ترى والي استغفر الله العظيم يقولون اللي يضيع ذهب يلقى ذهب ونساء العالم إن شاء الله فيهم بركة ربنا سبحانه يوفقهم لكن لو طرت عليها المرأة تنصدم كبدي الله يعافي ولا أحب أني أزعج المشاهد لأني ما تعودت أزعج الناس وهم على سفر نوم لكن أنت جريت السالفة توفت رحمة الله عليها ومضى على موتتها هي ماتت سنة 76
والصدفة من الصدف أن يوم من الأيام عند أحد الجمعيات أخذت غريضاتي وجيت، ومن الصدف أن سيارة بنت واجفة يمي مجبلها من بعيد بعبيتها وبدينها جريطة تشوح فيها، نفس الشيء المشى والطول وكلش كلش نفس الشيء. سبحان الله. كان أقول أنا يا ربع ما يصير، خاف الصحة اللي يعطوني مي مرتي خاف غيرها، لكن يا رب أنا اللي حاط اللبن عليها. وأتم أفكر الحين بيتنا وين فيه أخوي فيصل؟ بيتنا بحولي أطالع نفسي ولا بالبدع أنا؟ الله شبي أبي مطلع قصيدة، لأن القصيد إذا ما في صورة ابتكار، والقصيدة من الطوف 20 25 مثل مو مثل أخونا اللي مرة طلع بالتلفزيون يقول لي ما يسوي 200 بيت مو شاعر. يا أخي عندك 200 بيت أجرهم بجارة والسالمية، شنو 200 بيت؟ أنا متنبي، أنت متنبي 20 30 متر. نعم. أفكر أخوي فيصل أطالع ولا عندي البنزين على الربع. يوم بعض رجال النجد الله يسلمهم ويبارك فيهم أنقذوني وأشحطوا لهذا، حجي وين؟ قلت والله أنا بيتنا بحولي عندنا 6 أعمام. قال شايفك الصوت؟ قلت والله أفكر بحول يا عيني نتفكر بلا جوال. أطالع نساء العالم، أنا ماني نبي لكن ماني شغل في خلق الله. لحول هذه صرخة إلى الله سبحانه وتعالى. لحول يا عيني نتفكر بالأجوال، من يشبه الغالي من الناس محبوب، ما لي غرض قلبي عن الشك عذال، مركي حجاجي للذي يقضي النوم. اللي رمقت أوصافها خاطري مال شبيلته ملت غريب من هلاجاء مكتوب. الغريب مو اللي يركب الرز ريد، الغريب اللي قاضب الشبل. اللي رمقت أوصافها خاطري مال ملت غريب منها لهجاه مكتوب، قام يتخشع باكي ضايق البال رسائله ريح الهوى صبح وغروب. ويفر قلبي فرة الطير بشكال يكفخ بجنحانه فلا شك مقضوب، ويحر جوفي حر من ضاع له مال مطلوب مطلوب بالاصفاد مكروب. ولا اقدر اكمل هذه رثائي في المرحومه. ايش تبي من الدنيا؟ ابي ان الله سبحانه وتعالى يمتع فيني شوي قليل علشان أخدم مجتمعي الحبيب اللي أعطاني الشاعر الكبير. ما أعطتني إياها الدولة، أعطاني إياها مجتمعي. والأخ رئيس الجمعية وإن كان يعني أصفح عني أتمنى له التوفيق، بس أنا مكرمني مجتمعي، يشرفني أني أي وزارة أدخل لي مكانتي. لكن لي رجاء منكم يا رجال الأعلام ومن إخواننا اللي هم مع الوزير، الوزير رجل له مشاغله يا استاذ فيصل، لكن اخواننا اللي حايطين فيه ذكروا وقولوا له ديروا بالكم على اهل البحر، ديروا بالكم هذا الدوب مات، ما حد جاب سيرته. عبد العزيز الدوب، مولى الدوب، مولى محمد على المالد. مولى محمد. نعم. الجماش، عود سالم، عود المهنا، دوخي الله يرحمه، يوسف الدوخي الله يرحمه، كل ربعنا، عبد الله فضاله، ماكو ليلة اللي معاه حطوا لهم فصل فصلين. صدقني فيصل ولا تكذبني اني دائما افتح على اذاعه الامارات اسمع اغانينا. بعدين لي رجاء من ابو فواز والمسؤولين في وزاره الاعلام الا يفرضون على الناس يشترون يسمون الكنسايليت، ما يسمونها شو اسمه ساليت ساتلايت. مو كل واحد يشتري ب200. من يصير الساعه 8 اخوي فيصل سديتوا علينا يا اخوي، ما نبي برامجكم احنا، ما تدينا انتم يا الربع دول متواعد ومتواعد، غير هذا متواعد ولطيفة تغني طول النهار. يا أخي خلونا نطالع، أنا ما أقدر أشتري ساتلايت ب200 هذا، تفرضوا علينا فرض. بعدين أخوي أغانينا وشعبنا وتراثنا ما يصير. أي أصفح في الإذاعة كذي رايح جاي نوكم طرشوا عليه خلنا نشتغل. حاضر والله ما بمعاش، خلنا نتكلم عن ربعي، خلينا نتكلم عن هالعرضات هالاصوات الموالد، يعني شيء يعني اللي نشوف احنا تلفزيون. احيانا مع احترامي للاخ فيصل كرجل اعلام اعلامي، اللي نشوف خواتنا ذولا ما يقول هذا تلفزيون الكويت، لا ساعات تشوف بنياتنا فوزية الفلاح ولا امل ولا. ذاك اليوم طالعين برنامج عندهم على الخز، خزني واخزك
هذا شنو؟ زين كلام فاضي ما له شغل ما له. ورحنا واحنا اخذنا السيل ابو غادي ابو بدر، احنا حيين موجودين، دعونا دعونا، خلينا نتكلم على الانتخابات اللي صارت راحت بلاش، على الاشياء اللي تصير في البلد. الشعر مثل ما قلت في الاول دعايه دعايه. يعني الانسان حين الحرب من صغير، والبارجي رحمه الله عليهم اللي قام يعوهل واللي قام يعدل، الشيخ مثلك ما يحايل من بعيد دقلط على الديره ويجحم جالها، هذه عنيزه. لا قام الطبل فينا. انت ما قد شفت التلفزيون السعودي؟ ما شفت ولي العهد عبد الله اللي قام يرقص على السيف؟ انا واحد من الناس يطير النوم عندي اللي شفته اللي قام يلعب هالسيف رقص هل العارض ولقطه للملك عبد العلي رحمه الله عليه ما املها اشوفها انا. عرضه هل العارض وهل الدرعيه لهم شغلات هذه، لكن ماكو تلفزيوننا ماكو. في النهايه عم ابو بدر، استاذ منصور، منصور الخرقاوي، حقيقة أنا أقولها شخصيا وباسم طاقم هذه السهرة، نحن سعداء بهذا الكلام، وكما ذكرت هذا الكلام من القلب. أردنا من خلال هذه السهرة أن نبين للجيل الناشئ مدى ما عانيتموه وما قاسيتموه حتى وصلتم إلى هذه المكانة في الأدب أو في المكانة الشعرية داخل دولة الكويت. متمنين لكم حياة طيبة إن شاء الله وتحقيق كل ما تتمنوه. في النهاية هل من كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة اللي أقولها أولادي وحبايبي اللي هم وبناتي اللي لهم شوق الشعر، يتركون عنهم التشجيع هذا عن طريق الإذاعة وطريق التلفزيون حتى ما يتأكد الإنسان. الإنسان يتأكد ويقرأ، ولا في مانع يسأل الأخ فيصل، يسأل الأخ كذا، يسأل فلان، يعلم شلون الوزير، يعلم شلون القافية، وإن تردد في شيء أعطاه الله حكمته. نعم. بعدين شيلني واشيلك. يعني الحين كان الاخ عبد العزيز مفرج، وانا اعتبر صوت عبد العزيز هو الكويت، ما من يعني صفح عني وغيره، انما عبد العزيز عزيز علي، هو صوت الكويت، هو الديقان وغيره. لكن عبد العزيز اخوي فيصل الله ابو علي الله يهديه متمسك في العتيبي، العتيبي انتقل الى رحمه الله. نعم. والدكتور عبد العتيبي بالفصحى لا يجار ابدا، لكن الأخ عبد العزيز خليه يكون يعني كالطير من قصن إلى قصن ومن شجرة إلى شجرة، أو كالفراشة تبتص من كل رغوة زهرة. يعني شيء من عنا لا يغني لي أنا ويغني لغيري، تغني يا سدرة الدرب، سدرة الدرب إيش اسمها؟ سدرة العشاق، يا سدرة العشاق اللي مبارك لحبيبي، وأحب حبيبي وأنا عبد، أكو حبيبي عبد غير الله، وأنا عارف من كلامه هذا، لكن ما أغني حق هذا، هذاك ساهر يغني لهذا وهذا يغني حق هذا، زين شلون احنا شلون؟ كان الإعلام مع احترامي لك تفرض فرض، كل واحد له يوجد له ملف من هالشعراء، أي واحد له بالسنة هالكثر لحد لازم تغني حق فلان كذا كذا، لكن لا شيلني وشيلك. هذا اقتراحك يعني؟ اقتراحي شيلني وشيلك. ثانيا أنا أتمنى الرويشد عبد الله يختار الكلام، سعد عبد الله الرويشد الله يهدينا وياه، شغلات طلعات يطلع يطلع طلعات يدعم الطوفه فيها. انا عشقتك قبل يخلق ادم، يا انت ما تسال هاللي قال لك التاليف اللي قبل ادم شنو هذه؟ مين مين من فصيله بني ادم؟ الشياطين. هذه من شيء ثاني. شنو قالوا على بس الشعر اكذبه، لكن مو كذي. وغابلت الهوى وقد تعرت بمعتدل ارق من الهباء، وقال المتنبي قفى بجسمي نحول انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني. الله انت يا اللي الفت حق عبد الرويشد قبل يخلق ادم، يعني من وين هاي طالعه هذه؟ من الغنم ولا من البقر؟ هذا ابليس قبل الله ينخلق ادم. كلام فاضي. نعم. عبد الرويشد بعدين يوم من الايام مدحني مدح في فيصل ووصلني لو لا اجد من الابراج مال دسمه. يوم الثالث ايش قال؟ مدح له واحد من الشباب كان يقول فلان لا يجاره. شا يعني وين رحت انا؟ شاتي مثل الطماخين. لا العفو عن ابو بدر، العفو. المهم نتمنى لك ليلة سعيدة إن شاء الله، وأن تعجبك هذه السهرة إن شاء الله. والله أنا أتمنى لك أنت السعادة، وأن الله يوفقك في بنت الحلال إن شاء الله، اللي تسعد قلبك وتذهب لك العشاء، وشبابنا ذول المخرجين والشغل اللي يشتغلون ذول أتمنى لهم التوفيق والنجاح،
وإن شاء الله إن الله يحشرنا في زمرته. اللهم آمين. وأتمنى لكم التوفيق والله فينا يا رب. إن شاء الله. في النهاية كل الشكر للإخوة في يوم البحار. نحن الآن في هذا الموقع، كل الشكر مقدم لهم. وفي النهاية نقول لكم هذا كان حوارنا مع الأستاذ منصور الخرقاوي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحوار. إلى اللقاء. شكراً.